نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. If you raise up your voice, do you think that will be Duna? While you are saying Durud, if you raise up your voice, your sound, it will be guna.